كانت حول يعني المستجدات اللي كتعلق بالتدبير ديال المقاطعه فيما يخص جائحه الكورونا، وبالنسبه لبعض التعديلات على الماليه ديال 2000 بالنسبه للماليه ديال 2020. الاكيد هو انه جميع المجالس المنتخبه حاولت انها تدخل يعني في التدبير ديال جائحه الكورونا والوضع اللي عرفته يعني واحد العدد ديال المقاطعات، وخصوصا العمالات الدار البيضاء 8 بالمقاطعات ديالها 16، واكيد انا مقاطعه سيدي عثمان هي واحده منهم اللي خصات بعد جزء من الميزانيه ديال 2020 لتدبير هذه الجائحه. الا انه الدور ديال المقاطعات يعني اللي كان ممكن انه يكون اكثر اندماجا واكثر وجودا في الواقع يعني ديال المنتخب كنتكلم عليه، ما كان شويه غائب لا من الجماعه ديال الدار البيضاء ولا من المقاطعات، يعني ما عدا يعني التعقيم، توفير بعض المواد ديال التعقيم، وهذا يعني ما كانش يعني واحد التواجد اللي هو قوي مع السلطات باش نكونوا يعني كشريك اول في التواصل مع المواطنين في المساهمه في التحسيس. كان الوجود ديال المجتمع المدني ولكن هذا غير كافي، يعني خاص الدور ديال المنتخب، لان المنتخب هو اللي مصوت عليه يعني المواطن، وهو اللي خاصو يكون يعني في الصفوف الاماميه الى جانب رجال السلطه والصحه والامن وغيرهم لمجابهة هاد الجائحة. نتمنى أنه بلادنا يترفع على هاد الوباء، والأكيد أننا منخرطين، إلا ما منخرطناش كمنتخبين وكمجالس فالأكيد أننا منخرطين بقبعات أخرى في المجتمع المدني وفي مهننا وفي غيرهم، من أجل التحسيس ومن أجل التقوية ديال الحملات باش نواجهوا هاد الوباء، والله يرفعوا على بلادنا يا ربي وعلى البشرية جميعا.